في جانب آخر بس سريعا أبو جود، عشان إحنا تكلمنا على الأمور الفنية الأمور الإدارية، في جانب ترى مهم يعني المفروض أن إحنا ما نغفل الموضوع اللي صار، بعض الأخطاء التحكيمية اللي صارت في المباراة. أنا أعتقد في توقيت مهم جدا كانت النتيجة 2-1، حصلت ضربة جزاء للنصر في وجهة نظري غاب عنها فار المباراة ولم يغب فار السوشيال ميديا عنها. الناس النشيطة في السوشيال ميديا عرضت لقطة لنفس الحكم مع الفيصلي بنفس اللقطة احتسبها ضربة جزاء. هذا التباين هو اللي يدخل في مشاكل، بغض النظر عن ظروف النصر وما حدث للنصر، هذا حق مكتسب. أنت في مثل هذا التوقيت لو أعطيت النصر ركلة الجزاء وسجلت اختلفت المباراة بشكل كبير جدا، رغم أن النصر نقول إحنا مو جاهز، لكن أنا في وجهة نظري حكم المباراة كانت خليني أقول لك شخصيته أقوى من قراراته في المباراة. الكرت الأصفر اللي أعطاه الغنام في بداية المباراة غير مستحق، خسر اللاعب في الدخول في حماس المباراة. بشكل عام أنا أعتقد كانت المباراة وحدث مثل هذا يرتقي لوجود حكم أفضل من الحكم اللي صار في هذه المباراة.